والدارسين في برنامج الماجستير المهني في المستوى الثالث يسعدني أن ألتقي بكم اليوم بعد عدة لقاءات تمت في بداية الفصل الدراسي الحالي لنستكمل معا طريقنا في مقرر مناهج البحث العلمي في المحاضره الاولى عن بعد والتي سنستعرض فيها مجموعه من الموضوعات نعيد بعض الافكار التي سبق وتناولناها بايجاز لنسترجع معا بعد فتره الغياب التواصل والحقيقه بيسعدني ويشرفني أن نلتقي مرة أخرى في هذا المنهج المهم والحاسم بالنسبة لكل الدارسين والدارسات في برنامج الماجستير المهني في المستوى الثالث الحقيقة إحنا قسمنا موضوعنا في مناهج البحث العلمي لأربع وحدات رئيسية الوحدة الأولى بعنوان العلم والتفكير الابتكاري الوحدة الثانية الإطار المنهجي للبحث ونقدر نحط بين قوسين هنا ونكتب مشروع البحث الوحدة الثالثة منهج البحث العلمي وأسلوب الدراسة المنهج اللي هعتمد عليه وأسلوب الدراسة الميدانية من حيث مجتمع البحث والعينة وطريقة اختيار العينة والتحليل الإحصائي إلى آخره، وسننتهي في الوحدة الرابعة بكيفية كتابة البحث كاملا شاملا مستوفيا، وبنتائجه بتوصياته بكل المجهود العلمي أو صياغة المجهود العلمي اللي قام به الباحث العلمي. في فتره كتابه هذا البحث او اعداد هذا البحث في الوحده الاولى تكلمنا الحقيقه عن العلم وعن التفكير الابتكاري والحقيقه ان احنا الان بنبحث في ظل الظروف في ظل الازمات اللي بتحيط بينا في ظل ازمه كورونا على وجه التحديد بنبحث عن الحقيقه بنبحث عن المصل الواقي بنبحث عن العلاج الشافي بنبحث عن اشياء كثيره جدا بتمثل الحقائق الفاكس بالنسبه للمجهول او مجموعه المجاهيل اللي احنا بنعيش فاذا كان العلم بيمثل مجموعه القوانين والقواعد والمبادئ والنظريات اللي بنستخدمها في تفسير اي ظاهره علميه اي ظاهره كونيه اي مشكله موجوده في المجتمع عشان نفسرها عشان نحللها عشان نحددها عشان نتنبا بيها عشان نحدد خط سيرها نمشيها ازاي عشان نمشيها ازاي فبالتالي احنا قدام مجموعه من الظواهر مجموعه من المظاهر مجموعه من المشكلات مجموعه من العلاقات مجموعه مما يصعب علينا تفسيره مجموعه آه غير مفهومة غير واضحة إلى آخره من كل هذه الأشياء أشياء كثيرة مجهولة بالنسبة لنا أشياء كثيرة غير كامل فهمنا ليها أشياء كثيرة محتاجين نطورها محتاجين نستخدمها استخدام أفضل مما هي مستخدمة إيه الآن هذه الظواهر هذه الظواهر سواء كانت ظواهر طبيعية أو ظواهر اجتماعية سواء كانت ظواهر طبيعية أو ظواهر اجتماعية، بستخدم قواعد العلمية، بستخدم القوانين العلمية، بستخدم البروتوكولات العلمية، بستخدم المبادئ العلمية، بستخدم الأسس العلمية في المعرفة بحقائق الطبيعة والبحث عن الحقائق. إذاً العلم هو ذلك النشاط الذي نحصل به على قدر كبير من المعرفة بحقائق الطبيعة. وهو البحث عن الحقائق يبقى العلم البحث عن الحقيقه العلم هو البحث عن الحقيقه أما البحث فهو السعي للاجابه على التساؤلات وحل المشكلات البحث السعي للاجابه على التساؤلات وحل المشكلات أنا في البحث بحط مجموعة من التساؤلات واحط مجموعه من التساؤلات لماذا لم تحقق المنظمه ارباحا معينه لماذا لم يتم السيطره على هذا الفيروس لماذا لم الى اخره من تساؤلات او مجموعه من الفروض العلميه الاحتماليه اللي هي سبب يؤدي الى نتيجه، إذا استخدمنا كذا هيحصل كذا، إذا استخدمنا كذا هيحصل كذا، إذا عملنا كذا هيحصل كذا في شكل مجموعة من العلاقات بين مجموعة، علاقات احتمالية، ممكن تحقيقها وممكن عدم تحقيقها بين السبب وبين إذا كان البحث والسعي للإجابة على التساؤلات وحل المشكلات، فإن البحث العلمي يمثل حقائق الأشياء. يمثل حقائق الأشياء ومعرفة كل الصلات والعلاقات التي تربط بينها، ومعرفة كل الصلات والعلاقات التي تربط بينها، ويهدف إلى اكتشاف حقيقة موضوع معين، ومعرفة القواعد التي تحكمه، ويهدف إلى اكتشاف حقيقة موضوع معين، ظاهرة معينة، فكرة معينة، شيء معين، مشكلة معينة ومعرفة القواعد التي تحكمه في ضوء الموضوع القواعد تحكمه في ضوء الظاهرة القواعد التي تحكمها تحكم هذه الظاهرة الكتاب والعلماء الحقيقة ما اتكلموا عن العلم وعن البحث وعن البحث العلمي كان في غالبية كتاباتهم بيميلوا للعلوم الطبيعية بيميلوا للعلوم الطبيعية لأن كل المقدمات تؤدي إلى نتائج مقدمات محسوبة ونتائج محسوبة مقدمات محسوبة ونتائج محسوبة، ظاهرة يمكن تفسيرها في مجموعة من الحقائق، نوصل لمجموعة من الحقائق أن هذه الظاهرة واحد بتعمل كذا، اتنين بتعمل كذا، ثلاثة بتعمل كذا، أربعة بتعمل كذا، بنسميها حقائق. أما في مجال البحوث الاجتماعية وغير الطبيعية فدايماً بنتكلم عن الاحتمالية. ولذلك وأنا بتكلم عن البحث قلت في علاقة احتمالية بين سبب وبين نتيجة يمكن تحقيقها ويمكن عدم تحقيقها يمكن تبقى حقيقة مؤكدة أم حقيقة نسبية في العلوم الاجتماعية دايما بنميل للحقيقة النسبية لأن ممكن يجي موضوع بعدها يغير في شكلها يغير في تركيبتها يغير فيها كلها يثبت عدم صحتها بشكل كلي إذا العلم هو ذلك النشاط الذي نحصل به على قدر كبير من المعرفة بحقائق الطبيعة وهو البحث عن الحقائق. ده في العلوم الطبيعيه وكذلك في العلوم الاجتماعيه. أما البحث فهو السعي للإجابة على تساؤلات وحل المشكلات. البحث العلمي يمثل حقائق الأشياء ومعرفة كل الصلات والعلاقات التي تربط بينها ويهدف إلى اكتشاف حقيقة موضوع معين ومعرفة القواعد التي تحكم. ده مفهوم خاص قريب من التبسيط ولكن العلماء اسهابوا واسهموا واختلفوا كثيرا ولسنا بصدد دراسه مفهوم واضح للعلم او للبحث او للبحث العلمي اهداف العلم أول هدف للعلم هو الفهم، ولذلك جميع علماء التربية على مدار السنين الطويلة دي كلها بيبحثوا في كيفية نحا... تحويل المادة العلمية إلى مجموعة من آ... المكونات اللي بيسهل على الدارس فهمها اللي بيسهل على الدارس فهمها، يقول لك إحنا مش عايزين تلقين إحنا عايزين فهم احنا مش عايزين تلقين احنا مش عايزين فهم لان التلقين مش هيوصلنا لاي حاجه وخارج نطاق العلم اما الفهم فهو اللي هيوصلنا لبناء عقليه علميه فاهمه تستطيع ان تحلل تستطيع ان تصف تستطيع ان تفسر ما فهمته تقدر توصف اللي وتقدر تفسره كمان يبقى اذا أول هدف من أهداف العلم هو الفهم فهم الظاهرة معناه أن نجد علاقة تربط بينها وبين ظواهر أخرى فهم أي ظاهرة لازم نشوف حاجة تربط بينها وبين الظواهر أخرى عشان نحطها في مكانها عشان نحطها فين في مكانها أي ظاهرة عشان نحطها في مكانها أشوفها هي فين من الظواهر الأخرى اشوف هي فين من الظواهر الاخرى وعلاقتها ايه بهذه الظواهر بنحس شدة العلاقة او انخفاضها الى اخر ويعتمد العلم على عمليتين اساسيتين الوصف والتفسير انا بوصف ظاهرة او بفسر حركاتها انا بوصف ظاهرة او بفسر حركاتها في الوصف مهم جدا ان انا اعرف ايه الظواهر الظاهرة ايه علاقتها بالظواهر الاخرى ايه علاقتها بالظواهر الاخرى بتديني ايه اما التفسير فانا بفسر علاقة الظاهرة بالظواهر الاخرى واتنبأ بسلوك هذه الظاهرة في المستقبل واتنبأ بسلوك هذه الظاهرة في المستقبل اذا الفاء هو مقدمة آه للتنبؤ فعندي في الوصف والتفسير لابد من توافر ثلاث عناصر رئيسية عشان أعمل عملية الوصف وعملية التفسير العنصر الأول الظاهرة نفسها التي نريد أن نفسرها المتغير التابع مثلا الثاني الظروف والاحداث او المتغيرات المسؤوله عن وقوع الظاهره التي نقوم بفهمها التي تؤدي الى المشكله المتغير التابع الثالث العلاقه الوظيفيه التي تقوم بين المتغير التابع من ناحيه والمتغيرات المستقله من ناحيه اخرى يا سلام هنا في العناصر الثلاثه اللي قلنا انها لابد ان تكون موجوده للوصف والتفسير بتقول لي ان انت قدام ظاهره هذه الظاهره بتمثل مشكله هذه المشكله بتمثل متغير تابع يبقى حكمنا من البدايه حكم مطلق بأن أي مشكلة أو أي ظاهرة مطلوب تفسيرها، أو أي موقف سيء مطلوب التغلب عليه، أو أي حقيقة علمية مطلوب تأكيدها، بتمثل متغير تابع في مجال العلم، في مجال العلم، لازم نفهم الكلام ده كويس، وده في الفهم، الوصف والتفسير في الفهم، وإن العلاقة القوية الطبيعية الوظيفية المؤكدة بين المتغير التابع من ناحية. والمتغيرات المستقله من ناحيه اخرى يبقى بنحدد العناصر المحدده للوصف والتفسير في العنصر الثالث العلاقه الوظيفيه التي تقوم بين المتغير التابع من ناحيه والمتغيرات المستقله من ناحيه اخرى بمعنى ان المشكله او الظاهره او العمل اللي احنا بنفسره العمل اللي احنا بنفسره او الموقف اللي احنا بصدد تفسيره بيمثل متغير تابع بيمثل متغير تابع يبقى الظاهره نفسها متغير تابع الظروف والاحداث والمتغيرات المسؤوله عن واقع الظاهره واللي بتؤدي المشكله هي متغير تابع لازم اوجد علاقه وظيفيه بين المتغير التابع وبين المتغيرات المستقله اللي بتحللي اللي فيه احتمال انها تحل لي هذه المشكله انها تفسر لي هذا الموضوع او تفسر لي هذه الظاهره او تفسر لي هذه الظاهره الهدف الثاني للعلم هو التنبؤ اذا كان الفهم موضوع في غايه الاهميه اذا كنا من خلال الفهم قدرنا نحدد أن عندنا متغيرات تابعة ومتغيرات مستقلة إذا كنا في إطار الفهم قدرنا نقول أن المتغير التابع اللي هو الظاهرة اللي هو السل... العمل السلبي اللي هو الحالة اللي محتاجين نتنقل لها ونروح لها نتطور عليها مشكلة مطلوب نحلها بتمثل متغير التابع يبقى العلم بيبدأ بالظاهرة الظاهره بتمثل متغير تابع وبعد كده نشوف الادوات اللي هي المتغيرات المستقله اللي تفسر لي الظاهره دي اللي تحلل المشكله دي اللي تتنبا لي بالاحداث دي زي ما احنا في الهدف الثاني من اهداف العلم احنا في الهدف الثاني من اهداف العلم والهدف الخاص بالتنبؤ والتنبؤ هو نوع من القياس المنطقي يحتاج إلى قاعدة عامة أو قانون ومقدمات مرتبطان ببعضهما البعض يبقى أنا هنا في التنبؤ بقيس قياس منطقي عايز قوانين عايز قواعد عامة عايز علاقات عايز مبادئ عايز نظريات علمية عايز حاجات كتيرة اوي أقدر أستخدمها في إيجاد علاقات هذه العلاقات ممكن تمكنني من التنبؤ وعشان اتاكد ان انا تنبأت بشكل صحيح لازم اعمل استنتاج عقلي عن طريق الاستدلال للنتائج المترتبة على العلاقة الوظيفية بين المتغيرات التابعة والمستقلة الثاني اعمل تجريبي للتأكد بان الاستنتاج صحيح ام لا اجرب أجرب يبقى عندي استنتاج عقلي وده استدلال علمي بحلل شكل العلاقات بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة وبعد كده أقدر أجرب أو أطبق آه النتائج اللي وصلت لها للتأكد من أن الاستنتاج صحيح التنبؤات اللي وصلت لها للتأكد من أن الاستنتاج صحيح أم لا ام ان هناك بعض التحسينات المطلوب اجراءها على عمليه القياس المنطقي تحسينات مطلوب اجراءها على عمليه القياس المنطقي تحكم الهدف الثالث من اهداف العلم التحكم وفي التحكم بيتم تناول الظروف التي تحدد حدوث الظاهرة بشكل يحقق لنا الوصول إلى هدف معين وتزداد قدرتنا على التحكم كلما زادت قدرتنا على التنبؤ به إذا كانت الأدوات والنظريات والقواعد والقوانين العلمية والمبادئ العلمية اللي استخدمتها في القياس اللي استخدمتها في عملية التنبؤ على مستوى عالي هتبقى عملية التحكم على مستوى عالي اذا كانت على مستوى مش عالي تبقى عمليه التحكم على مستوى ضعيف او غير شامل غير محدد هنا التنبؤ مش تحكم مش محدد لكل جوانب حدوث الظاهر ما كلها بشكل كفو وبشكل صحيح يبقى اذا كان اهداف العلم اللي هي الخاصه بالفهم اللي هي الخاصه بالتنبؤ، اللي هي الخاصه بالتحكم، اللي فيها نظريات وقواعد، اللي حددت لي ان في متغير مستقل وان في متغير تابع، او متغيرات مستقله ومتغير تابع، وكل هذه الاشياء اللي بتدور في خلد الباحث وفي ذهنه، الحقيقه بتخلينا نقدر نحط شويه صفات يجب ان يت تصف بها الباحث العلمي علشان تمشي الحقيقه العلميه دون اخطاء عشان تتحرك الحقيقه العلميه في اتجاهها الصحيح عشان نقول ان العلماء بيبحثوا في اتجاه واحد في اماكن مختلفه يمكن من خلال هذه العمليه الوصول الى حقائق الوصول الى facts. عن تفسير طبيعه النشاط تفسير طبيعه الكون تفسير طبيعه الظواهر الى اخره من كل هذه الاشياء وبالتالي ليس كل شخص يصلح ان يكون باحثا ليس كل باحث يتوقع له النجاح ليس كل باحث سيقدم حقائق علميه جديده ليس كل باحث مقدما لحقائق علميه جديده بتختلف باختلاف المكان باختلاف البيئه العلميه والبيئه الاكاديميه اللي اتربى فيها باختلاف توافر كل مصادر العلم باختلاف طريقه العمل في فريق باختلاف الظاهره وتفسيرها وتحديدها عشان نستخدم ادوات في المتغيرات المستقله لتحليلها وتفسيرها وتطلع نتائج احتمالية الحقيقة مجموعة كبيرة من جوانب القصور مجموعة كبيرة من السلبيات مجموعة كبيرة من المحددات المقيدة للباحث عشان لا نستطيع أن نقول على كل باحث أنه باحث علمي نقدر نقول أنه بيبحث إنما ليس باحث علمي ليس باحث علمي الصفات المطلوبة توفرها في الباحث هي الحقيقة كلها صفات عامة كلها صفات عامة مرتبطة بتفسير القدرة العقلية مرتبطة في جانب كبير منها بتفسير القدرة العقلية وقياس القدرة العقلية مرتبط بشكل كبير جدا بالتربية العلمية والأسس والقواعد العلمية اللي تعلمها عند الحالة اللي هو فيها كباحث علمي مرتبطه بالبيئه اللي اتربى فيها ومستوى الاخلاق ومستوى القيم والقواعد اللي اتربى عليها في حياته العامه واللي بالتاكيد هينقلها لحياته العلميه من أهمها حب الاطلاع فيش حد بيكره القراءه وبيكره الاطلاع وبيكره تشغيل مخه ونقدر نسميه باحث اول صفه من صفات الباحث حب الاطلاع حياته كلها قضيها قاعد يقرا قاعد يقرا بيتابع العالم كله فيه ايه مشغول مشغول بيجمع بيغلط ويصحح بيزود وبيقلل اللي اقرب من كل هذه الاشياء وصفاء الذهن لازم يكون عنده دي قدرات عقليه ده علماء الطب والحاجات دي يقدروا يتكلموا فيها لازم يكون عنده صفاء للذهن عشان يقدر يربط بين العلاقات يقدر يلقط يقدر يلقط يقدر يحط علاقات تخبينية احتمالية قريبة من الصدق والصحة يقدر يفسر جوانب من جوانب الظواهر أو الظواهر اللي هو بيشوفها في أثناء قراءات واطلاع والصفة الثالثة الصبر والمصابرة الباحث العلمي الباحث العلمي اللي ما عندوش جلد الباحث العلمي اللي ما يصبرش على لما بيصبرش على الفشل مره واثنين وثلاثه وخمسه و50 اعتقد مش هيكمل في مجال البحث العلمي وان كمل هيبقى كوظيفه وليس كبحث علمي كوظيفه وليس كبحث علمي لان عندنا خلط كبير ان انا موظف في مكان للبحث العلمي وبقطات من هذه الوظيفه وعايش عليها وبادي واجب البحث العلمي في حدود الوقت في حدود ما املك في حدود قدرات العقليه الى اخره ولذلك بنجد ملايين الباحثين ملايين الباحثين ما بيطلعوش طحين ما عندهمش انتاج علمي قابل للتطبيق ما عندهمش انتاج علمي منافس ما عندهمش تفسير حقيقي للظواهر ما عندهمش قدره للوصول لحقائق علميه مؤكده الاف وملايين الباحثين حول الارض وعندنا قله من الباحثين عندهم هذه القدرات يطلعوا قوانين ويطلعوا نظريات ويطلعوا مكن ويطلعوا ادويه ويطلعوا منتجات زراعيه ويطلعوا تطبيقات اداريه ويطلعوا تطبيقات اقتصاديه ويوصلوا لحقائق علميه مذهله سواء في الجانب العلوم الطبيعيه او في جانب العلوم الاجتماعيه دول بنسموهم باحثين علميين بنسميه باحث علمي بيقرا عنده صفاء ذهن عنده صبر ومصابره عنده خلفيه علميه في المجال بتاعه تمكنه من انه يوصل لقواعد علميه وحقائق علميه الصفه الرابعه وهي الامانه العلميه والعقليه الامانه العلميه والعقليه ما يقدرش ياخد شغل حد ولده بتاعي الامانه العلميه ما يقدرش ياخد شغل حد ولده بتاعي ما يقدرش يفبرك شغل ويقول ده حقيقي، ما يقدرش يفبرك شغل ويقول ده حقيقي، ما يقدرش يفسر ظاهرة سبق تفسيرها ويضيف على التفسير كلمة أو كلمتين أو معنى أو معنيين ويقول ده أنا صاحب التفسير وكل الناس خدوها مني ولذلك الأمانة العلمية والعقلية الأمانة العلمية والعقلية لا تقلل من قيمة الباحث اعتماده على الآخرين ده شيء جيد وفي صالحه يعني ذكره ومشاركة هؤلاء الآخرين له في العمل العلمي اللي بيقوم به في ضوء مجهودهم اللي سبق وهم قدموه وهو هيضيف عليهم اضافته مبنيه على قواعد علميه وعلى اسس علميه وعلى ناس بحثوا ده شيء جيد جدا وده بيعتبر الامتداد العلمي التواصل العلمي من والى التواصل العلمي من والى الاعتماد المتبادل بين البحاث وبين العلماء في كل في مجاله كل في مجاله الى اخره من كل هذه الاشياء التخمين والخيال التخمين والخيال معناه المغامره الجرأه العلميه تخطي مرحلة القدرة. تخطي مرحلة القدرة. عايزين باحث حينما يتمكن وحينما يصل إليه اليقين بقدرته على إنتاج علمي متميز والوصول لحقيقة علمية مؤكدة لا يتأخر. لا يتأخر. وبالتالي مش هيقدر يوصل للي انا بقوله ده الا اذا كان بيقعد يتخيل يتصور يربط شكل العلاقات يربط شكل العلاقات يحدد الاشياء يسترجع كل الناس عملوا ايه هو ماشي في حته معينه وصل فيها لايه الى ان تصله بخياله هنا الحقيقه المؤكده هنا الحقيقه المؤكده تخميني وخيالي وصل لشك مؤكد وبالتالي لا يجب الآن أن أعلن عن الحقيقة العلمية يجب الآن أن أعلن عما وصلت إليه أه صبرت كتير عشت في أحلام لا أول لا ولا آخر عند جرأة علمية إلى آخر من كل هذه الأشياء توصلني لإنتاج أه جواهر علمية أه تفيد العالم وتفيد المجتمع وتفيد كل البحاث بعدي إن شاء الله كل الحاجات دي تتوقف على كيفية اعداد الباحث العلمي ازاي نعد باحث علمي ازاي نعد باحث علمي تتوافر فيه القدرات العلمية القدرات الاخلاقية القدرات القيمية القدرات القيمية القدرة على التحليل على إيجاد العلاقات، على القياس، على التنبؤ، على الخيال، على استخدام أدواته، إزاي نعده من فترة لفترة قبل أن نقل له أنت الآن أصبحت باحثًا علميًا، أما نقول أنت دلوقتي بإيد باحث علمي. استعداد الباحث ومن أهم ما يلزم تعلمه ، ما ينفعش المهنة الوحيدة اللي مش رايحها برغبته اللي مش رايحها يبحث عن ذاته اللي مش رايحها وعنده قدرات عقلية تفوق قدرات الآخرين اللي مش رايحها وكل الناس بتقوله انت تنفع في الشغلة دي اعتقد يبقى بيضيع مستقبله كله يبقى بيضيع مستقبله كله لانه يروح في مكان مش مكان عمل روتيني مش مكان عمل عادي ده هو رايح في سباق عقلي مع جميع العقول المماثله له على كوكب الارض اللي شغال في شركه بيسابق زملاته في الشركه اللي شغال في بنك بيسابق زملاته في البنك المدرس بيسابق زملاته في التدريس انما الباحث بيسابق جميع البحاث على كوكب الارض في المجال اللي هو بيشتغل فيه او اللي هيبحث فيه او اللي بيعدل البحث فيه ولذلك في شوية اشياء لازم يمر عليهم الباحث العلمي عشان يستعد ويأهل نفسه ويجهز نفسه لهذه المهمة في مجالنا في مجال الماجستير المهني احنا مش بنجهزه عشان يبقى باحث علمي احنا بنجهزه عشان يمتلك بعض ادوات البحث لبعض الظواهر اذا قابلته مشكلة في شغله اذا واجهته عقبة من العقبات في شغله اذا حب ينقل حاجة مع اجراء تعديل عليها من مكان الى مكان اخر يبقى عنده قدرة العلمية العقلية والادوات اللي يمشي عليها والخط اللي يمشي عليه عشان يعمل هذا العمل بشكل علمي مفهوم ويوصل لنتائج قد لا يحلم بها احيانا قد لا يحلم بها احيانا يبقى اذا احنا بنجهز ولادنا في مجال الماجستير المهني لان هم كلهم بيشتغلوا في مجالات عمل مهمه في مجالات عمل مهمه بتقابلهم مشاكل كتير في مكان عملهم بتقابلهم ظواهر كتير ما بيقدروش يفسروها ما بيقدروش يفسروها، المنافسين بتوعهم بيقدموا حاجات كتيرة هم مش قادرين يوصلوا لها، فبالتالي بنديهم بعض الأدوات العلمية بعض الأدوات العلمية اللي بتمكنهم من إجراء هذه العملية التوضيحية التفسيرية القياسية بيستخدموا العلم بدل ما نستخدم الصدفة بدل ما نستخدم التجربة والخطأ بدل 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 بنستخدم أدوات علمية في تفسير الظواهر في حل المشكلات في التنبؤ بمستقبل منظمتنا بمنتجاتنا الجديدة بمستهلكينا الجداد بالحاجات دي كلها اذا اللي معانا بقى في برنامج الماجستير المهني وبيجهز نفسه عشان يعمل البحث وعشان يبقى بعد كده في شركته بيتصدى لتفسير الظواهر وحل المشكلات لازم يبقى عنده قراءه واعيه ولازم يبقى عنده إلمام بقواعد العلم وإحنا قلنا حاجات بسيطة منها ولازم يكون عنده إلمام باللغة تدريب على تقليب الأمور وتدبرها تنمية الفضول العلمي لديه لازم بيدور على الحقيقة لازم بيبحث عن الحقيقة إسكاء روح المناقشة إسكاء روح المناقشة ما يخافش ما يستعد يجهز نفسه يناقش يغلط يتصحح له يفهم حضور المؤتمرات والندوات التدريب على كتابة البحث العلمي بيفسر ظاهرة بيفسر مشكلة بيحل مشكلة بيفسر موقف سلبي قابلهم بيوقف طموح للمنظمة بيفسره لازم يكون عنده أدوات منهجية لكتابة البحث العلمي. لو اتدرب على إنه إزاي يعمل البحث العلمي مش هياخد معاه وقت، هو بيفسر ظاهرة، بيحدد، بيحددها، بيحددها، بيحدد أبعادها، بيحدد المتغيرات المستقلة والتابع، بيبدأ يشوف إيه المشكلة، بيحط فروض أو احتمالات أو تساؤلات لحلها، بيقيس، بيطلع بنتائج. بيقول لهم ادى الحل بتاع المشكلة شيء جميل قوي شيء جميل أوي. اذا كان هناك استعداد للبحث اذا كان هناك استعداد للبحث الاستعداد بيحتاج مجهود المجهود محتاج انه يبقى ملم بمجاله محتاج يبقى ملم بالعلم محتاج يبقى ملم باللغة محتاج يبقى ملم بالقدرة على مرونة في تقليب الامور وتدبرها يبقى العلم رقم واحد عنده المناقشة شيء أصيل المبني على علم المناقشة المبنية على علم أنه يكون بيحضر الندوات والمؤتمرات بصفة مستمرة وشارك مشارك مشارك أنه بيعمل نوع من التدريب على كتابة البحث العلمي هناخد عندنا مشروع نقدر نعمله مشروع أو اتنين أو ثلاثة في الجزء المتبقي لنا في هذا الفصل الدراسي ونبدأ نتدرب بحيث أرجع على الشركة اللي أنا بشتغل فيها أو مكان عملي اللي أنا بشتغل فيه وأبدأ اي مشكله تقابلنا اقول لهم لا انا اللي احلها انا اللي اتصدى لحل هذه المشكله ولدراستها وبحثها وهجيب لكم نتائج على طول وهجيب لكم توصيات ازاي نستفيد وازاي نعدي هذه الغمه اشوف ظاهره عندنا مش ظاهره غياب الموظفين ظاهره عدم تحقيق ارباح لفترات متتاليه ظاهره 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 ظاهره, ظاهرة من الظواهر لا انا اللي هبحث هذه الظاهره انا احدد ايه المتغير التابع وايه المتغيرات المستقله انا هجمع معلومات واحدد ابعادي ومتغيراتي ومشكلتي انا احط فروضي واحط تساؤلاتي اعمل لها تحليل احصائي اقيس في الميدان اطلع نتائج اوصل لي حلول لهذه المشكله هذه المساله مساله مهنيه هيتحول هذا العقل العلمي العقل مهني لا يهاب لا يخاف يمتلك الادوات يمتلك الادوات العلميه يمتلك العلم يستطيع ان يغامر ويستطيع ان يصل الى نتائج حتى على مستوى المشكلات الصغيره على مستوى الظواهر المحدوده في البدايه هتمكنه في المستقبل القريب انه يواجه مشاكل كبيره ظواهر كبيره ينتقل من المنظمه الى منظمات اكبر الى المجتمع بشكل عام.